وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق. برحب بحضرتك معي عبرتان. أهلا وسهلا فندم. أهلا بحضرتك. إحياء ذكرى أكتوبر المجيدة، الذكرى 51 بالندوة التثقيفية 40 للقوات المسلحة، يعني هذه الذكرى تذكرنا بقصص الحرب والبطولات التي قدمتها القوات المسلحة والشعب المصري في ملحمة حقيقية منذ ذلك الحين وحتى الآن. كيف تابعتموها وأهميتها في هذا التوقيت؟ هو كما تعلمين الذكرى ثابتة، الذي تغير هو ظروف المنطقة. يعني قبل العدوان الإسرائيلي على فلسطين وعلى لبنان وعلى عموم المنطقة، كنا نحتفل بذكرى أكتوبر وبنحتفل بالنصر وبالانتصار وبدروس حرب أكتوبر والأبطال والبطولات والتلاحم بين الجيش والشعب. الآن هناك متغير أيضا، وهو أن هناك تهديدات تهدد الأمن القومي المصري والعربي، وبالتالي الذي تغير هذه المرة هذا العام هو الظرف والبلطجة الإسرائيلية غير المسبوقة واستباحة السماوات والأجواء العربية والتنكيل بالشعب الفلسطيني وشن حرب إبادة. هذا العام الدولة المصرية بتقول رسالتين أساسيتين من وجهة نظري. طبعا الرسالة الأولى، القوات المسلحة تطمئن المصريين أنها جاهزة للدفاع عن حدودها، حدود مصر وأرضها. الرسالة الثانية رسالة سياسية، أن مصر ليست دولة معتدية، ليست دولة تبادر بالعدوان على أحد، أنها قواتها المسلحة لديها خيار استراتيجي مصر وهو السلام، لكنها جاهزة للذود عن مصر والدفاع عنها في أي لحظة. كيف تابعتم رسائل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المتعلقة بالحرب على غزة؟ لم يترك محفلا إلا وتحدث عن موقف مصر الثابت والواضح هي القضية الفلسطينية، لا لتهجير الشعب الفلسطيني، لا لتصفية القضية، وأن وقف إطلاق النار وإقامة دولة فلسطينية مستقلة هو الحل لهذه الأزمة. نعم، كما تعلمين السيد الرئيس يتحدث ويطرح هذه الثوابت منذ اليوم الأول للعدوان، ونتذكر خطاب الرئيس السيسي أمام مؤتمر القاهرة للسلام الذي عقد في العاصمة الإدارية بعد أسبوع تقريبا من بدء العدوان، وحضره غالبية دول العالم على مستويات رفيعة جدا. والرئيس يعني طرح رؤية ما زالت هي الدائمة، الوقف إطلاق النار، التهدئة، الانسحاب الإسرائيلي، الجلوس على أوائل التفاوض، إعمار غزة. طبعا دلوقتي لم تكن غزة قد دمرت في هذا الوقت في بداية الحرب، والشروع في عملية سلام حقيقية قائمة على دولتين فلسطينية بجانب إسرائيل، دولة فلسطينية بجانب إسرائيل. النهاردة المشهد للأسف تغير، إسرائيل تقريبا دمرت قطاع غزة، حولته إلى مكان غير صالح للحياة. بدأت نفس الأمر من حوالي شهر في جنوب لبنان وفي بيروت وخصوصا الضاحية الجنوبية، وبالتالي مصر موقفها ثابت، إسرائيل دولة معتدية ودولة تمارس الإجرام بكل ما تعنيه الكلمة معنا، ولا تقتنع بالسلام وترى أنها في مركز قوة عليها أن تجبر الآخرين على السلام على طريقتها. والدليل على ذلك يعني أخطر ما قيل في الفترة الماضية حينما نجح أجهزة الأمن الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي في اغتيال حسن نصر الله من عام حزب الله وعدد من قادة الحزب، قال سنبدأ في تغيير الشرق الأوسط. هو زين له هذا النجاح المؤقت أنه قادر على يعني تغيير شكل المنطقة، وينسى أنه فعل ذلك كثيرا واغتال قادة للمقاومة الفلسطينية واللبنانية كثيرا، لكن لم يحقق شيئا. ذلك في النهاية تخرج أجيال جديدة تقاوم الاحتلال. المشكلة الأصل هو الاحتلال وليست أي شيء آخر. سيد عماد، على ذكر القيل والقال والمؤامرات والحروب النفسية التي نواجهها دائما وعلى مر التاريخ، اليوم أيضا كان هذا محورا رئيسيا وتحدث عنه السيد الرئيس، حرب الوعي التي لابد أن نعي لها وأن نذكر الأجيال القادمة بالتاريخ وبالوعي للحقائق والأدلة، أهمية هذا. طبيعة الحال الوعي هي مسألة في منتهى الأهمية، ليس فقط الرئيس اللي قال ده النهارده، النهارده كان في اوبريت وفي حكاية شعب مجموعة من الأطفال ومدرساتهم التي تزور بهم المتحف حرب 6 المتحف الحربي، هي عظة للأجيال الجديدة. إنه للأسف الشديد يعني احنا دلوقتي 51 سنة، فتقريبا ممكن تقولي أكثر من 75% من المصريين ما كانوش اتولدوا، احنا مجتمع شاب، وبالتالي احنا محتاجين الشباب والرجال اللي هم معصوم ده
يوصل لهم ما الذي حدث، وبالروايه المصريه الصحيحه مش السوشيال ميديا فقط، لان السوشيال ميديا تمتلئ بالاكاذيب للاسف. وبالتالي فكره الوعي هي من احد المحاور الاساسيه التي يركز عليها وركز عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات طويله. صحيح، اشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الاستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده الشروق لجميع هذه الايضاحات.